في بعض الاكزامبلز برضو ممكن احنا نتعرض ليها. يعني لو احنا مثلا خلينا اف او في كونستانت بتاعتنا وبنزود ان واي، يبقى معنى كده احنا هل هنزود ولا هنقلل الاس ان ار؟ احنا لسه قايلين من شويه في الجزء بتاع الريزولوشن امبروفمنت هنلاقي اكشن ان احنا الاس ان ار بتاعتنا هتقل. لو احنا زودنا الان واي والفيلد اوف فيو كونستانت اكشوالي، يبقى معنى كده الايه؟ السيجنال تو نويز ريشيو هتقل. لو احنا بنزود ان واي وبنزود نفس الاف او في بنفس النسبه، اوكي، يبقى معنى كده انا بعمل ايه؟ انا دلوقتي بزود الفيلد اوف فيو بتاعي بنفس الريزولوشن، هي ما اتغيرتش. يبقى معنى كده هلاقي ان انا عندي الان واي هي اللي موجوده والاف او في مش هيبقى موجود ساعتها السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتي هتزيد، لان زودت عدد الايه؟ الفيز انكودنجز، وفي الوقت نفسه الريزولوشن دلتا واي نفسها ثابته، اللي هي الريزولوشن بتاعت الواي ما اتغيرتش. اوكي، فلما زودت الفيلد اوف فيو والبيكسلز نفسها بيكس يعني دلتا واي فيكس، يبقى معنى كده السيجنال تو نويز ريشيو هتزيد بس الاكوزيشن تايم في نفس الوقت هيزيد. طب لو انا زودت عدد البيكسلز وذ فيلد اوف فيو كونستانت، انا بانكريز الريزولوشن بديكريز السيجنال تو نويز ريشيو، زي ما انا قلت النويز بتزيد او السيجنال بتاعتنا بتقل، وفي نفس الوقت السكان تايم طبعا بيزيد نتيجه ان انا زودت الايه؟ زودت الان واي.